بونجور، كي دايرين؟ كي صبحتو؟ بس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. انا يلاه فقت البارح، قضيت بزاف الاغراض، عييت. المهم وصلوني شي لعيبات زوين غيعجبوكم، وحيت الثمن جد 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 مناسب، قلت نشارككم معكم باش تستافدوا حتى نتوما. المهم هادشي وصلني من عند ماماد. ماماد معروفين في مراكش على الكاليتي ديالهم وعلى خدمتهم وعلى كل شيء. بقاو معايا انا غنوريكم شنو وصلني. شكاد اي ملك التراد يكبت دماغك الحال وبوجهك بعد حس فيك بخدوي قالك واش واش لاباس شوي. الناس تيقولوا لي رايدة علاش اختي علاش قلتي هذاك الهضره اختي؟ انا نتجاوب الدنيا باطمه حيت هي حاطه سميتي. انا غنعاود نقول هالمره 2020 مليون الف، انا ما خايفش من دنيا باطمه وما عمرني غنخاف من دنيا باطمه، وانا ما تنعبد الا الله سبحانه وتعالى. سمعتوا؟ انا شي مهما دنيا باطمه حطاتني وطني ليل بسميتي وكنيتي واللقب وشرحات وعبرات على المشاعر ديالها، يعني هذيك السيده انا مضروره من جهتي. دنيا فاطمه واختي انا راه ما نعسلت من الصباح ما شايفش الناس، جيت عمت وتلاحيت كاو اللي انت تدخل عليا في دارنا صاحبي تبكي وتغوتو وتدخل عليا في والديا، ما عندكش حق تحطي شي جلسه ولا تحطي شي حاجه. انت ماشي قاضي، انت ماشي وزاره، انت ماشي محكمه، انت واحد السيده بيني وبينك القضاء. منين تجيني السيده مرحبا على الراس والعين. خوتي هاد السيده سيده بغات تحقر، ولكن راه ما غتحقريش عليا، انا ما غتحقريش عليا بالروح بالدم الله الوطن الملك. انا راه ما تنخافش، واش باغا تلصقي فيا بالزز ودنيا باطمه؟ واش باغا تلصقي فيا بالزز ونعرفك كاينه ما تمسحيش هذوك البوستو السطور؟ واخوتي المغاربه وانتوما شفتوا هادشي اللي طرا؟ واخوتي المغاربه انا نقول لك الشطاحه الكبريات اللي حفات ليك من النوع تخرجي ولا تدخلي ولا معي نعرفك مرا ولا لا مولاتي، ما تبقاي صافطه النقافات ديالك باني انت تختي. داك السناب اللي حطيتي فيه ومسحتيه راه حنا اللي درناه ودخلنا حطيناه فيه. واختي واسمعي نقول لك واحد الكلمات، انتيا راكي معروفه وبلاكتك على ظهرك بلا ما نزيد نوري الناس سكونتيا، اما تصيفط دوك النقافات يبقاو عوج النفاع